نسمع كثيرا من الناس يقولون الله والنبي، فما معنى كلمة الله والنبي؟ فهل يكون القائل أشرك النبي مع الله؟ هذا يعتبر شركا في اللفظ. أما النية فإذا قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم شريك لله يعتبر كافرا، وإذا كان قصد مجرد هذا اللفظ فهو شرك في اللفظ. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، فلا يشارك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الله عز وجل، وينزل كل منزلته. الله سبحانه وتعالى ينزل منزلته الرفيعة اللائقة به، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل منزلته الرفيعة اللائقة بنبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان.